أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ظهر يوم جديد. معكم أنا منال الشريف في صحبتكم دائما عبر أثير ألف ألف إف إم من السبت إلى الأربعاء في برنامجكم السعودية اليوم. حلقة ثانية من نافذة لا تزال مفتوحة من ظهر أمس. عشرات الرسائل تنهال علينا، تحمل قصصا، يعني قصصا بالفعل تجعل الإنسان يعيش في دهشة من شدة ما وصل إليه البعض من غفلة عن السحر والشعوذة بين كذب الدجالين وغفلة الواهمين. الحلقة الثانية من هذا الملف من برنامجكم السعودية اليوم، فأهلا بكم وبضيوفي الدكتور محمد حسن عاشور الاستشاري النفسي، ومعي أيضا الشيخ الراقي الشرعي الشيخ سالم الحقوي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ما زلنا إلى اليوم نتكلم عن السحر والشعوذة، وأبدأ بك يا شيخ، يعني إلى متى سيظل بعض الناس يفكرون إن السحر وإن الشعوذة هي السبيل، أو الدجالين وأبواب السحرة هم السبيل الوحيد لحل مشاكلهم ولعلاج مشكلاتهم النفسية والشخصية والأسرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اليوم إن شاء الله تعالى ما راح نطول في الكلام كثير، لأن أمس ما شاء الله أعطينا يعني نقاط رائعة جدا، فنحاول اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس. سبب لجوء الناس للشيء هذا، الأمر الأول بعدهم عن الله عز وجل. لأن لو إنسان عنده ثقة بالله عز وجل ما سعى سبحان الله لهذه الأمور، إنه هذه المخلصة. الآن في ناس عندهم اعتقاد إنه ما راح يتم أمر في تجارتي، فامرأة تقول له لا زوجي بيتزوج عليه وعايشة في الوهم هذا بخوف شديد جدا، المرض الفلاني ما راح يوقفه إلا الدجال الفلاني، فراحوا يسعون له ناس صراحة متعلمين، ناس الآن يخرجون أجيال. ناس الآن في مراتب ومرموقة، يعني كنا أول، ولاحظوا النقطة هذه، كنا أول، يعني أعطوني حق 30 سنة من الآن، 35 40 سنة من الآن نقدر نقول أن اللي جاءون للأمور هذه القليلي العلم الجهال. بس والله اللي تفاجأنا فيه الآن، وكلمتكم أمس أني أكون مع الهيئة ونمسك من السحر ونمسك من الدجالين، أغلب اللي يروحوا له ناس فاهمين، والله يا ناس عاقلين فاهمين، لهم وعي كبير جدا في الإعلام، لهم وعي كبير جدا في المطويات اللي تنهى عن الذهاب للسحرة، ويعرفون يعني لو جي للإنسان وكلموا عن حكم الإسلام في الذهاب للأمور هذه يقول هذه حرام وهذا كفر، بيقول لك طيب تضيع دينك. حضرتك ذكرت أمس يا شيخ أنه أغلب الذين يطرقون أبواب هؤلاء هم النساء بنسبة كبيرة، وبالفعل يعني أتمنى من أخواتي المستمعات أن يعني يعين جيدا أن هناك مجموعة تدجل وتكذب عليهم في هذه الأمور، ويدعون أنهم يحلون هذه المشاكل باسم بعض الطلاسم وبعض التمائم وبعض الكتابات. كيف نتخلص يا شيخ من، يعني كيف نتخلص من منابر الإعلام ومنابر أيضا المساجد ومن دور المثقفين والأدباء والمشايخ في حلقات الذكر وما إلى ذلك؟ كيف يمكن أن يعني نساهم في إيصال هذه الرسالة للناس، وكيف نتخلص من هؤلاء الدجالين؟
بالنسبة للدجالين هم متواجدين في بلدنا هذا زي باقي البلدان، بالعكس ان بلدنا هذا، وكنت اتكلم مع احد المشايخ قلت والله العظيم بلدنا الحبيب هذا يحارب اكثر من اي بلد ثاني. نعم. احنا بلد عقيدة والله، والاسهم علينا اكثر من اي وقت ثاني، فهذا باب من ابواب الحرب علينا، باب الدجالين، باب السحرة. لكن الانسان اذا وعى، الإنسان إذا طلع وعرف دينه، أنا قبل شيء تكلمت قلت أهم شيء الدين ومخافة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من أمتي من يبيع دينه، لاحظوا الحديث قوي جدا، من يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض يعني ليش ما هو شيء أساسي، يبيع دينه يكفر بالله تدخل عنده. والله العظيم في بعض النساء إن السحر يطلب منها أول مرة ويطلب ثاني مرة ثالث مرة يطلب العرض، والذي لا إله إلا هو تحدث بها، يعني كلمني أحدهم يقول مارس أكثر من مرة مع نساء مرموقات الزنا عشان أني أفعل شيء. أذكر قصة، يعني اتصلت بامرأة شابة، يعني هذه بتكون قوية جدا، ويعني راح توفي اليوم في الحلقة الكثير والكثير. اتصلت بهذه البنت، يا شيخ والله أني في, 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 في هم عظيم. كيف؟ قالت والله رأيت شاب أغرمت فيه بشكل رهيب جدا، أنا خايفة موت إن الشاب ده يروح مني. قلت لك الزواج؟ قالت والله يا شيخ أنا أكون صادقة معك، ما كان مسألة الزواج، كانت حب وعشق للشاب هذا بشكل جنوني. نعم. أحاول أتواصل معه يميني صار ما أعطاني وجه، فكان في مكان يشرب فيه شاهي، فكلمت وعطيت قلت بس أبغى الكوب اللي يشرب فيه، أخذت ودفعت مبلغ كبير جدا، يعني مبلغ خيالي في الكوب هذا. أخذت الكوب اللي كان بقي فيه شيء قليل من الشاي هذا، رحت وكلمت صديقاتي، قالت في واحد من جنسية أفريقية في مكان فأحياء، يعني ما أحب أني أذكره، مرة شنيعة جدا زي ما قلت أنا والله، وأنا رجل ما أقدر أدخلها معروفة، وركبت مع السواق وراحت لين المكان هذا ودخلت عند ذلك الساحر. ايش تبغين؟ قالت ابغى كذا 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 كذا، اللي تبغاه ابغى الشاب هذا. قال لها خلاص بعد 3 أيام يبدا العمل وبتشوفين يجيك لين عندك. قال لكن اعطيني شيء منك. قالت له ليش؟ قال طيب انا لمن اخليه هو يلجا لمين؟ لازم ابغى شيء من اثرك عشان اسوي بينكم ربط حب. قالت له ايش تبغى؟ قال اقوى شيء الشعر، اعطيني جزء من شعرك. تقول يا شيخ انا ما ترددت لجنوني من الشاب هذا، شلت شيء من شعري واعطيته، أنا بنفسي بطواعية قصيته وعطيته كأني أعرفه من 100 سنة. خرجت وبعد 3 أيام كانت المصيبة وانفرطت تبكي، يا أختي قول يا الله وش حصل إيش حصل. قالت يا شيخ أنا يوميا أكون في غرفتي أذاكر وذا في بيت أهلي عايشين عيشة هنية الحمد لله وشي مرفه مرفه جدا، فجأة بقول أبغى نام يجيني نوم مع قريب المغرب أو العشاء كذا، أنا عارفة أني أصحى يا شيخ. قلت لها خير إن شاء الله وين تصحين؟ قالت والله العظيم أصحى وهذا الأفريقي قد انتهى مني، يعمل معي الفاحشة في بيته في ذيك الأزقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول وأصحى زي المجنونة، أنا جابني هنا. قال لي أنت جيت بطواعية. قلت له كيف؟ تقول وأطلع على قصة وقت مستنيني برا، انذهلت صعقت، أنا إجابة ليش جيت أنا هنا؟ قال أنت كلمتيني وقلت لي جبني هنا. روحت أضرب نفسي وأبكي، مرت علي أمي إيش في؟ قلت لها لا ولا شيء، صديقة لي حصل لها حادث وحزين عليها، وجلست أبكي. تقول يا شيخ ثاني يوم كل مكان يبغاني هو رمى الكوب حق الشاب وأخذ شعري، أعجب بجمالي فقال هذه من نصيبي أنا، فصار يستخدمه. قلت لها يا أختي أسألك بالله كم مرة إلى الآن؟ قالت والله شيخ اللي أذكره وعددتها زادت عن 13 مرة يستخدمني إلى الآن. قلت يا أختي روحي بلغي أبوك وأهلك وتعالي لي المكتب ضروري جدا أبدأ معك رقية. وأغلقت السماعة وعليها نهائيا، بعد والله ما أدري عنها أي شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، قسما بالله أتمنى بمعنى الكلمة أني أساعد هذه الفتاة لكن ما استطعت. شوفي يا أختي اللي يروحون وتبيع عرضها ودينها عشان إيه؟ عشان شهوة، عشان نزوة، عشان قلة دين، قلة معرفة.
يوم قعدت أكلمها في التليفون تعرفين الأمور هذه حق الدين، كانت تبكي تقول لي والله عارفة وعارفة الحديث كله وعارفة كل شيء، لكن خلاص راحت عبريتي وراحت حياتي كلها. الآن أتمنى شيء واحد، أتمنى أموت. ترى أفكر في الانتحار يا شيخ كل مرة، أنا والله ما أدري هي ما هي انتحرت، هي بقيت على حالها، هو باقي يستخدم هذا الخبيث. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك يا شيخ. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أخي، ممكن نتعرف عليك؟ علي القحطاني. أهلا بك أخوي علي، تفضل. من جدة، بس أبغى أمسي على الشيخ بالخير. الله يمسيك بالخير يا شيخ. مساك الله بنور والعافية. بس كنت أبغى أستفسر، أنا إن شاء الله بإذن الله مقبل على زواج بإذن الحي القيوم. طبعا أنا عرفت من الحرمة هذه اللي أنا راح أتزوجها إنها مسحورة. نعم. وطبعا السحر يعني مأكول هو. يعني أتوقع هي قالت لي أنه أكلته، والظاهر في شو اسمه لا إله إلا الله أكلة بحرية يعني سمك وزي كذا، صارت إذا أكلت أي حاجة صارت تمرض يعني، بالذات الأكلات البحرية وزي كذا. هذه حاجة يعني أنا أبغى أولا أبغى أعرف يعني كيف أنه أتعامل معاها. يعني أنا قبلت فيها أولا، يعني ما في أحد معاها يعني يساعدها وزي كذا. طيب الآن أنت ملك عليها؟ كيف؟ أنت خلاص زوجها الآن يعني ملك؟ لا لسه. كتبت كتابك عليها ولا بعد؟ زوجتها وإن شاء الله مقبل على الزواج يعني إن شاء الله بعد فترة بسيطة يعني. يعني هل ملكت عليها؟ لا لسه ما ملكت. لا لسه ما ملك يا شيخ. أيوة لسه ما ملك يعني، وإن شاء الله ملك قريب. بس إنه يعني أنا يعني أولا أنا يعني بوقف معها لوجه الله سبحانه وتعالى، إنه أبغى يعني أبعد عنها الأب. كلم يعني. أخي العزيز كلم أهلها، ضروري جدا إن يبدأوا معها رقية شرعية ويبدأوا معها علاج قبل الزواج. طبعا لأن حصلت تبعات كثير جدا، ما في العوائل معينة يعني. سبحان الله بعد الزواج إذا كان السحر يعني قوي قد حتى يؤثر حتى على الزوج، قد سبحان الله نعم لكل سحر خدام من الشياطين فيتركونها هي يعني، ما يمكن ما يؤذونها، لا يؤذون نفس الخاطب أو المتزوج يصرفونه عنها، ما عاد يبغاها، ما بيجلس في البيت، متضايق جدا، ما يدري ليش الشعور هذا ما دامه قريب منها. أول ما يؤخر ويبعد سبحان الله يخلون راحة وسعادة برا، في البيت لا، فكأنه يخلون البيت للجحيم. فمسألة يعني هذه ممكن نتداركها بدري بسرعة بسرعة لو إن تعالجت قبل الزواج. نعم. هي طبعا الحين هي تقول لي انه بداية السحر ما كانت تصلي او زي كذا، الحين الحمد لله صارت ممتاز محافظة على الصلاة، صارت يعني تحصن نفسها. ما ادري ممكن يعني اتواصل معك يا شيخ، ممكن خذ رقمي يا اخي العزيز وكلمهم وتعالوا لي المكتب. وما يكون في خاطرك الا كل خير. شكرا لك اخي علي القحطاني، وشكرا لك شيخ سالم. اعود ايضا لدكتور محمد حسن عاشور. دكتور نفس السؤال انا اكرره لك، متى نتخلص من السحر والشعوذة؟ جميل، خلينا نركز يعني اليوم بنقاط عملية محددة يستفيد منها يعني الناس عموما والسيدات على وجه الخصوص، لرفع مستوى العقلانية والموضوعية لدى يعني سيداتنا في المجتمع بالذات، لأن هم الشريحة المستهدفة الأولى. أنا بركزها في نقاط محددة عملية، وأتمنى أنه بهمه هذا الموضوع أنه يكتب ونخرج كده بنصائح عملية محددة، وهي على سبيل المثال الحصر. بداية هل نعم. تتوقع أنه الفتاة التي أوقعها ذلك الساحر الأفريقي هناك منها مئات؟ وارد جدا، وعلى الأقل أنت تتكلمي عن مشكلة موجودة على مستوى المنطقة العربية، لكن هنا يعني رسالة مهمة جدا للآباء والأمهات. من المهم جدا أن يكون يعني للآباء والأمهات ذلك خلينا نقول الفكر المتطور في قبول مبدأ التوبة. وهنا في نقطة تربوية مهمة جدا أنا حاب أؤكد عليها ودائما أتكلم عنها، إنه إحنا ركزنا كثيرا على مبدأ، وهذا يمكن يعني الأخ الشيخ سالم من خلال الاحتكاك عبر الهيئة،
أنه ركزنا كثيرا في حديثنا مع الفتيات على موضوع أنه السمعة ونسينا الشرف. وأنا دائما بقول أن الشرف أولى من السمعة، وأن الشرف قيمة غاية، وأن السمعة قيمة وسيلة. إذا هذا المفهوم دخل رأس الفتاة، يعني بمعنى فتاة غلطت حطت صور لها على الإنترنت، على غلطت غلطة، لكن هذه الغلطة لا تساوي أنها تدفع ثمنها مثلا حياتها أو شرفها. إذا كان البيت الأب والأم يعني يتعامل مع الفتاة بوضوح أنه يا بنتي إذا غلطتي مو مشكلة سمعتك، مو مشكلة، خليه يهددك، خليه ينشر الصور، خليه يعمل، لكن لا تستجيبي لتسليم شرفك. نعم. هذه نقطة غالية جدا لابد أن تدخل في رأس الفتيات، أن أحيانا السيدة، أن الفتاة يعني من أجل سمعتها تضيع شرفها، والحقيقة أننا خلقنا لنحافظ على شرفنا أولا وأخيرا. هذا مبدأ مهم جدا. ثم المبدأ الثاني كما قلت أنه لابد أن يفتح باب التوبة للفتيات، فكل ابن آدم خطاء وكل إنسان معرض للسحر، وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرضه للسحر، إذن كل إنسان معرض أن يكون يعني عنده أخطاء في حياته أو أنه يتعرض لأذى من الآخرين بطريقة أو جانب آخر. أعطي بعض، إذا تسمحي لي أستاذة منال، بعض النصائح السريعة المحددة اللي أظن بإذن الله تعالى ذات فائدة. قلت أنه أولا لابد أنه الإنسان يعمل نوع من القياس والقراءة. ليش إحنا غريبين جدا بنذهب للعراف أو للدجال يقرأ لنا شخصيتنا؟ هناك يعني في إمكانية بقراءة الشخصية من خلال المقاييس العلمية، من خلال الأصدقاء، المؤمن مرآة أخيه، من خلال الإنسان وقراءته نفسه، ملاحظة من حولي، ملاحظة مديري، ملاحظة زوجتي، زوجي بالنسبة للسيدات، جملة من الأشياء. فإذا القياس لابد أن أقرأ وأقيس باستمرار العقلانية والمعيارية لدي، وبالتالي مدى وجود الموازين. ما في إنسان إلا الله سبحانه وتعالى خلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بالموازين، لكن بعدين يجي نوع من التدمير، نوع من التهميش، نوع من التشويش. هذه واحدة. الثانية إنه أنا أسأل نفسي باستمرار عند اتخاذ قرار، على أي أساس أخذت هذا القرار؟ هل هو على موازين أم على أساس ظن وتخمين ونوع من الرجم؟ النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، إنه باستمرار يكون عندي، أنا أسأل نفسي ما هي البيئة التي أنا أعيش فيها؟ أنا في أي عيش بيئة بعيش؟ هل بحضر مؤتمرات مفيدة ورش عمل مفيدة ولو عبر النت؟ هل بشاهد برامج جيدة؟ هل أقرأ مقالات كويسة؟ هل أقرأ كتب بتنمي الموضوعية؟ هذه نقطة مهمة وغالية جدا، لأنه في الأخير خلينا نقول ما في شيء اسمه أنه أنا المدخلات تعطيني عمليات تعطيني مخرجات. أنا كإنسان أنا عبارة عن مصنع، لي مدخلات عمليات تفاعل يعطيني سلوك ومخرجات. إذن بالتالي ما هي مدخلاتي؟ إذا كانت مدخلاتي باستمرار، بيئتي دائما تتحدث عن الدجل وعن الشعوذة وعن السحر، وأنا دائما كل من حولي، إذن حيكون المخرج يوازي، وإذا كانت البيئة راقية حتكون أيضا كذلك يعني في هذا الاتجاه. نقطة مهمة جدا إلى 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 كل سيدة وإلى كل فتاة، منذ الطفولة لابد أن يكون حديثنا مع بناتنا مبكرا وحديثنا مع الفتيات. أنا بقول توقفوا مع خديجة رضي الله عنها، كانت راقية، كانت عظيمة. خذوا خديجة الأم المربية العظيمة، وخذوا خديجة، هذا هرم راقي كانت ماشية فيه بطريق ممتاز، وخذوا خديجة الحاضنة للدعوة التي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم، وخذوا خديجة التاجرة القوية، وخذوا خديجة كذلك التي كانت قمة في العمل الإنساني، كانت فاتحة جزء من بيتها لإيواء الأيتام. إذن كان في حياة خديجة وهي امرأة سيدة رضي الله عنها كان لها مجموعة أهرامات. حينما تكون للفتاة مجموعة رؤى في حياتها، فإنها حتما أجزم بإذن الله في باب الأسباب بعد توفيق الله وبعد قول يا رب أنها تكون قوية، وأن هذه السيدات، وبالمناسبة مجتمعنا مليء بمثل هذه النماذج. خذ الدكتورة فاطمة نصيف الله يعطيها الصحة والعافية، موجودة، أخذ مثال من جدة، عشان بعض الناس أحيانا يقولون والله أنتم تكلمون يعني عن شيء يعني عن جيل يعني عدة وكذا، لا، حتى في حياتنا الدكتورة فاطمة نصيف داعية وأم وجدة ومحضا للعمل القرآني شيء رائع جدا. لا يمكن أن تجدي مثل الدكتورة فاطمة بذهبوا إلى المشعوذين، وكذلك كثير في حياتنا. أنا ضربت مثال الحقيقة مليء من السيدات والفتيات اللي عندهم، إذا كبر الدماغ وإذا انشغل الدماغ يصعب على الدجالين وعلى المشعوذين أن يخترقوا هذا الدماغ ويلعبوا فيه الكرة. نعم. شكرا لك دكتور محمد. لدينا اتصال، سلام عليكم. سلام عليكم. معنا أبو يامن، أهلا بك أخي أبو يامن.
أيوة، تحية لك ولضيوفك الكرام. الله يسلمك، تفضل. أنا حقيقة ودي إنه السؤال حقي إنه هو يتوجه، يعني أكثر من سؤال، هو يعني إنه يتوجه للدكتور وللشيخ برضه إنه يفيدنا في هذا الجزئية، أو إنه ينصح إذا كان جاز القول، إنه الشخص هذا اللي بيحاول إنه هو يؤذي شخص آخر بيروح من جهده ومن وقته وبيروح لأماكن، يعني زي ما تفضل الشيخ، لأماكن ممكن يقال عنها مقززة، ويدفع من مال والآلاف المؤلفة لمجرد أنه يؤذي شخص إنسان أو إنسانة ويجعله في 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 حالة، وإيش الهدف من 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 هذا الشيء، وكيف إن إحنا نقدر إنه يعني نوعي السيدات، زي ما ذكر الشيخ إنه 90% من 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 رواد هذه الأماكن من السيدات، إنه كيف يعني نصفي النفوس، وكيف نجعل من 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 عندنا ثقافة التسامح مع الناس، إذا شخص أخطأ فيها أو إنسان أخطأت في حقي أو كذا، إن إحنا نستطيع إن إحنا نحل أمورنا يعني بعيد عن هذه الأمور الانتقامية، إذا جاز القول. تحية لك ولضيوفك. الله يديكم العافية أبو يامن، شكرا جزيلا. أعود للشيخ سالم. الشيخ سالم، يعني كيف ننصح بناتنا وفتياتنا ونساءنا ورجالنا أيضا يعني اجتماعيا بمخاطر الدجالين؟ كيف نغلق هذه الأبواب عليهم؟ أولا معرفة جلال الله عز وجل في نفس الإنسان. نعم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته والسماوات بيمينه. الله عز وجل لو عظم في نفس الإنسان والله ما عصى بجميع المعاصي، فما بالك، أنا أتكلم عن المعاصي اللي هي القليلة والبسيطة، فما بالك بالكبائر. احنا ترى نتكلم عن كبير، ترى من بداية الحلقة يمكن ما ذكرنا الموضوع هذا، موضوع الذهاب للسحرة أو والدجالين وأخذ أمورهم والاعتقاد فيهم، هذه من الكبائر، وهذه ذهاب للدين، وهي يعني الإنسان سبحان الله يعني الصغائر هذه قد تكون مهلكة، فما بالكم بالكبائر. ألا تعتقد شيخ أنه في لدى الإنسان تطلع فضول، يعني نجد الغالبية يريد المعرفة العالم الآخر، كيف يعيش، كيف يفكر، قد يستمد الغيبيات منه، هناك اعتقاد يعني منتشر للأسف. معرفة الجان، والله هذا من أعظم الكتب، في كتاب للدكتور عبد الحكيم صابر، دكتور مصري عظيم جدا من إنتاج 2008، عالم السحر والسحرة والمسحورين، هذا كتاب موجود الآن في مكتبات المملكة العربية السعودية، قوي جدا ما شاء الله تبارك الله، جمع فيه كل شيء. اللي عنده أي معلومة أو يبغى يطلع على العالم الآخر وبيشوف إيش حكاية سبحان الله افتراء هذول السحرة فينا، يشوف هذا الكتاب. جميل. يعني هناك اعتقاد كبير بما يقومونه، يعني وحضرتك ذكرت إنهم من المتعلمين ومن يعني طبقات عليا في المجتمع، ولا تزال تعتقد إنه هؤلاء لديهم حجة ولديهم برهان ولديهم أفعال أيضا. كنا نشاهد قبل أيام، وأنا أحمد الله عز وجل إن يعني اجتهدت يعني فيها عدة دول، إن خاصة المملكة العربية السعودية، إن توقف هذه البرامج. كانت في قنوات ما بذكرها كانت موجهة من أكثر من دولتين تقريبا عربية، كانوا يتصلون هنا من الخليج وخاصة من المملكة العربية السعودية، اتصالات والله العظيم، يعني واللي تابع البرنامج زي ما قلنا والله العظيم 90% من الاتصالات نساء، أنا أبغى كذا أبغى كذا أبغى كذا، والله وحدة اتصلت وهذه مسجلة في اليوتيوب، إنها يعني تطلب ليش يعني فلانة وفلانة تحمل أنا ما أحمل، يعني يسقطون يا أنا أحمل معهم، قال لا ما أستطيع لكن يمكن نسقطهم. نعم. خيري على الهواء مباشرة، يعني إيش من حقد، إيش ليش أنفسنا صارت كذا، ليه إذا ما صار لي شيء هذا ليش هذا منعم، ليه ما أقول الحمد لله، ضعف التوكل على الله، ليش ما أقول الحمد لله، ليه أسعى سبحان الله إني أحرم هذا الشخص من حياته من حياته. الآن في نساء والله يسحرون لنساء، ليش هذه مبسوطة في بيتها، ليش زوجها مبتسمة معه، ليش يمشون يدهم في يد بعض، ليه ليه ليه، فعندها الأمر هذا محرومة منه في حياتها من حقدها الأسود وقلة دينها، تروح تسعى أن تسوي لها شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشكرك شيخ سالم، سأعود بعد قليل لكم. أعزائي المستمعين والمستمعات، مع السحر والشعوذة كان موضوعنا اليوم، فاصل قصير فابقوا معنا. طول المشوار واسمعنا على ألف ألف أف أم.
أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 84-7700 لمشتركي STC، 640-660 لمشتركي موبايلي أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا اليوم عن السحر والشعوذة بين كذب الدجالين وغفلة الواهمين. أعود لدينا اتصال، فقدنا الاتصال. أعود لك دكتور حسن. النقطة التي أردت توضيحها أنه هناك الكثير من الناس مثل ما ذكر الشيخ سالم يتمنون سعادة الآخرين، ويتمنون دكتور محمد يتمنون سعادة الآخرين، ويتمنون أيضا الالتحام ودفء الأسرة، وكأنهم من يتمتع بذلك هو الذي يعطيهم وليس الله سبحانه وتعالى. فكيف نصحح هذه المفاهيم؟ كيف نجلي هذه القلوب؟ وإن العاطي والمنان هو رب العالمين. جميل. شريحة من الناس ما عندهم أزمة في المعرفة مطلقا، بل زي ما ذكر الشيخ ممكن يكونوا بيعرفوا الكثير من الآيات والأحاديث ويعرفوا أنه هذا غلط، ومع ذلك بيرتكبوا هذه المحرمات. أنا بدي أدي مثال دائما أكرره يعني للتبسيط وللتسهيل للإنسان، وعشان أعمل نوع من خلينا نقول الهزة في حياة الإنسان للانتباه أنه متى يكون الإنسان مفصول في حياته عن قيمه. هذولا يعني في طرفة كذا بسيطة، اثنين وقفوا في الشارع وانتظروا باص، جاهم باص أبو دورين، تمام؟ وركبوا الباص، واحد ركب خلف السائق في الدور اللي تحت وواحد ركب فوق. بعد ربع ساعة اللي فوق بتصل تحت بالجوال بقول له أنتوا مشيتوا؟ بقول ايوه مشينا. بقول له احنا السواق. طبعا اللي تحت يعني مستغرب السؤال، يعني قال له احنا مشينا وانت مشيت؟ قال له لا احنا السواق لسه ما جاء. الانسان احيانا الانسان ينسى تماما انه هو مخلوق من جسد وقيم وصلة بالله سبحانه وتعالى وجدارات وخبرات ومعارف وبيئة يحملها كذلك، وسمات وخصائص فيها العقلانية والمعيارية اللي ركزنا عليها وأثرها. أنا الآن بدي أخذ جانب تاني غير العقلانية والمعيارية المنخفضة اللي ممكن تكون عند شريحة من الناس موجودة، لكنهم فصلوا سلوكهم في حياتهم عن الأرض الطيبة. وأنا هنا دائما بقول ما الفرق بين نخلة نحاول نزرعها مثلا في صحراء الربع الخالي ونخلة نزرعها في المدينة المنورة الأرض الطيبة المباركة؟ ما الفرق بين النخلتين؟ هذه سراب ووهم في الصحراء، وهذه حقيقة مثمرة تعطي إلى كل الناس. لا يمكن فصل سلوكنا عن قيمنا. صحيح. قيمنا هي التي تغذي السلوك، هي المصدر الأساسي. بالتالي صلتنا بالله، الإيمان، شرفنا، أمانتنا، كرمنا، كل ذلك مصدر. رسالة إلى هؤلاء الناس الذين يعني حينما يجدون من حولهم ناجحا من يعني خلينا نقول من أشد ومن أهم أنواع الكرم، أن يغض الإنسان بصره عما لدى الآخرين وينظر إلى ما منحه الله. الله سبحانه وتعالى قطع منحنا الكثير من الرزق حتى لو بدأ ذلك لنا قليلا. أنا إذا بتسمحي الأستاذة منال أقول إنه الإنسان له حاجات ورغبات، نعم، وأهداف، فإذا حققها ارتاح. هذا صحيح. الإنسان كل البشر بلا استثناء جبلوا على أن يحققوا رغباتهم وحاجاتهم وتطلعاتهم وأهدافهم، فإذا حققوها ارتاحوا، وإذا لم يحققوها تحول ذلك إلى مخزن التوتر والكبت في اللاشعور. فيبدأ الإنسان إما أن يفرغ بطريقة صحيحة، وإما أن يفرغ بالتبرير، بالإسقاط، بتحميل المسؤولية على آخرين، بدل من أن يقول أنه آسف. أبو ذر في لقطة راقية قال لبلال يا ابن السوداء، فاستغرب بلال بعد هذا العمر الطويل بعد التوجيهات وبعد التربية المحمدية، نعم، راح للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يا رسول الله قال لي ابن السوداء تعال يا أبا ذر، قلت نعم، قال يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية.
مفهوم جاهلية عند أبو ذر حز وسواله هزة عنيفة، يعرف تماما أنه إذا قيمة التواضع بدأت تخرب هتخرب باقي المنظومة، وبالتالي السلوك هيخرب. فبسرعة حط خده على التراب عند رجول بلال وطلب من بلال أنه يدعس، ورفض بلال ويدعس رفض. مجرد أنه أبو ذر حط خده على التراب مسح تلك الجاهلية، أو بالذات خلينا نقول بين قوسين العنصرية، التي بدأت تنمو إلى نفس هذا الصحابي الجليل. وبالتالي رفعوا بلال وقبلوا. هنا نقول إن لكل الناس، كل الناس نحمل في نفوسنا أحيانا شيء من الحقد، نحتاج تصرف، ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا. لكل إنسان يستطيع أن يصنع الرشدة الخاصة فيه. أبو ذر اختار هذه الطريقة، كل إنسان يستطيع أن يختار الطريقة لتجلية الحقد من نفسه. واحدة من المتصلات بنت شابة في 25 من عمرها تقول أنا كل ما أجلس مع ناس قبيلة معينة هم يقربوا لنا عن بعيد، كل ما أقعد معهم أكرههم، أحمل عليهم الحقد، إيش أعمل؟ أعطناها جملة من النصائح والتدريبات للتخلص من هذا الحقد، وقلت لها يا بنتي ركزي إنك مجرد تتخلصي من هذا الحقد والله إنك هتبدأ تقرأ إمكاناتك زي الناس، لأنه كانت بسبب الحقد وبسبب الحسد تعترف، هي اعترفت، بدأت تنظر إلى ما لدى الناس وتركت تلك الإمكانات اللي عندها. والله مسيرة حياتها، لأنها هي طبعا البداية التغيير، التغيير حالة ذهنية يعيشها المعني. تستطيع أن تجذب الحصان إلى البركة لكن لا يمكنك أن تجعله يشرب. نعم. لكن هناك الكثير من الناس من يعشق أخبار الخرافات والشعبية المنتشرة ما بين الناس، يعني هناك بعض القصص التي تقال وتثار، أعتقد تتفق معي يا شيخ سالم. نعم، هذا هوس أي نعم. شيء مخفي هوس عند الناس. عند الناس. طيب دور التعليم، يعني دور دور التعليم من مدارس، من جامعات، من معاهد، يعني ما المطلوب من دور العلم تحديدا شيخ سالم من هذه القضية؟ اهتم بهذا الموضوع منذ فترة والله الحمد والمنه، وهناك من العلماء والكتاب والمثقفين من اوجدوا والله الحمد الان كتب ممكن تكون المعين لنا، ممكن في بعض الكتب يعني ما نقول مثلا انها يعني ثقافية بحتة جدا أو دينية بحتة جدا، لا، في من تحاكي سبحان الله نفوس الناس، تطلعهم على العالم الآخر بحقائق ليس بأمور دجل، وذا تظهر لهم بعض القصص في رونق ممكن الإنسان يتقبلها عقليا، أو ممكن أنه سبحان الله يعني يجول بخيال في الأمور هذه، مع تعلقهم بدين الله عز وجل، مع سبحان الله يرجعها أننا إحنا مسلمين ولنا حدنا في الأمر هذا، وأن هذه الأمور خطأ، من هذه الأمور فالحمد لله الآن يعني اللهم لك الحمد، إن كان مواقع في الإنترنت الحمد لله اطلعت على كثير جدا منها، كتب والحمد لله الآن الكتب كثيرة جدا، خاصة في عالم الآخر، في العالم الجان والشياطين، في عالم كذا وعالم كذا، الآن فعلا في زي ما الناس مهووسين الآن في حكاية السحرة والدجالين وهذا. نعم. برضو الناس ترى مهووسين جدا الآن، الإنسان إذا ألم به شيء، إذا كان إذا مثلا زارت أو ذهبت إلى فرح وشعرت بألم تقول إني أنا أنحست، يعني أيا كان صحيح. اليوم صحيح. تسمع هذه من الصغير، من الصغير والكبير، جدا جدا كلامك واقعي والله العظيم، كأنك أنت جالسة معي في المكتب تسمعيهم. نعم. والله نفس الكلمة، وكلهم أنا بعد المناسبة الفلانية، بعد المناسبة الفلانية، بعد المناسبة الفلانية، حتى فلانة توفت جاتها عين. أنا أقول شيء. نعم. معلش خلينا واقعي شوية في. نعم. بعض النساء يعني عندهم زواج أو فرحة أو شيء، والله العظيم سبب المكياج وأمور زي كده تهمل صلاة المغرب والعشاء، معليش خلونا واقعي شوي، ترى تهمل صلاة المغرب والعشاء وما تتوضى وتروح ويكون بعض اللبسة عريان، وكما قال ابن القيم الجوزية العين تصيب ما كشف من الجسد. نعم، وهذه حقيقة، هي العين، يعني العين حق. نعم. والسحر حق كمان، مو السحر موجود والعين. نعم. والعين حق، ولكن يعني تتفق معي ان نشرنا يعني تم نشر هذه الافكار لدرجه اصبحت وسواس مرضي. بالضبط. يحتاج لعلاج. بالضبط. نفسي دكتور. تمام. محمد. تمام. ها يعني ربما نسبه كبيره من الناس. جميل. نعم تفضل دكتور محمد. هو يعني خلينا نقول انا جدا بامانه مبسوط انه الطرح يعني اعطى نوع من التوازن، وأنا بذكر أنه قلنا البارح أنه من المهم جدا وأنا أبحث عن حل المشكلة أنه يكون عندي نوع من التوازن في الطرح لجوانب المشكلة المختلفة تحت نموذج سميناه أين الخلل، بمعنى قد يكون الخلل اجتماعي بحتي، قد يكون نفسي يتعلق به، قد يكون موروث، قد يكون موروث، قد يكون جزء منه، قد يكون أنه حسد أو سحر، قد
إذا تتبعت بطريقة علمية إنه أين الخلل بطريقة علمية، هذا يعطيني شيء من التوازن في حياتي. هذه كذا في يعني خلينا نقول دجاجة راحت لطبيب نفسي، مريض نفسي راح لطبيب نفسي قال له أنا الدجاجة تبغى تأكلني، قال له يهديك يرضيك، قال له أنا قمحة وهي دجاجة وتبغى تأكلني، فأقنعه إنه يعني إنه أنت مش قمحة، فاقتنع إنه هو مو قمحة وخرج. لما خرج شاف دجاجة على بعيد، رجع تاني مرة الطبيب قال له أنا اقتنعت، باقي تقنع لي كل الدجاج اللي في الـ هذه يعني جميل. هذه تشبه إنه إحنا للأسف جزء من الناس نعم يحملوا شيء من الوساوس في تقليص الأمور في عامل واحد، بس قد تؤثر الدجاجة مرة أخرى لهذا الطفيف. نعم تماما. إحنا يعني خلينا نقول رسالة إلى كل، بالذات خلينا نقول الأزواج المتزوجين، إذا حدثت مشكلة أنا بعطي يعني ثلاث نصائح سريعة جدا، إذا حدثت مشكلة في البيت حتى نتجنب موضوع، أولا غير المكان اللي فيه المشكلة قدر المستطاع، غير جميل. المكان اللي فيه المشكلة، حتى لو ما استطاع أن يغيره حقيقة يغيره بخياله، يخرج يقول أنا الآن ماني، لكن التغيير المكان. اثنين تغيير الزمان إن أمكن، يعني المشكلة حدثت الآن بلاش تنحل الآن إن أمكن، تنحل بعد ساعتين، تنحل بكرة. النقطة الثالثة وهي الأكثر أهمية، تطوير المنطق إن أمكن. الإبن رسب، أنت السبب، لا أنت السبب، أنت السبب، لا أنت السبب. طب استنى شوي، استنى، مين الأطراف المعنية بنجاح الإبن؟ الإبن نفسه، الأب، الزوجة، المعلم ولو جزئيا. طيب كل واحد قديش يتحمل؟ أنا كأب أعترف أنه أيام الاختبارات ما شجعت ابني أتحمل 40% من المشكلة، الأم تقول والله أنا انشغلت ببعض الأشياء قد تكون بسيطة أو كذا، الإبن يقول. لكن حينما أنا بدي أتكلم عن أثرها حتى اجتماعيا، لما الإبن يلاقوا أنت 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 حيتعلم مننا يداك أو كتبه فوق نفخ، حيتعلم مننا الإبن أنه يرمي المسؤولية بكل سهولة على الأطراف الأخرى ونتقاذف تحمل المسؤولية. وبالتالي هذا يعني هذه الثلاث أشياء مهمة جدا تعلمتها في حياتي مبكرا، غير الزمان، غير المكان، طور المنطق الذي تحل به المشكلات. نعم نعم يا دكتور معلش تفضل دكتور. الله وافقك في امر سبحان الله، تغيير المكان. لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لو انسان جاته كوابيس هذه من الحرب الشيطانيه. نعم لاحظ سبحان الله كلامك متوافق جدا. نعم الحرب الشيطانيه سبحان الله من الكوابيس. نعم سبحان الله يريه شيء تخويف لابن ادم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امر ان يقوم اذا قام من متفزع من النوم استعذ بالله ثم ينقلب على شقه الاخر. نعم يعني تغيير المكان سبحان الله، وفعلا ويعني كثير جدا انصحهم بالامر هذا، يقولوا والله نفس الليله ذيك كملت الليله لا نوم هادئ، مع ان قبلها كانت كوابيس قويه جدا. فتغيير المكان له طبعا ممكن يعني انا سمعتك حديث وذا، لكن ممكن الدكتور يمكن يوضحها اكثر، فكيف فعلا لها اثر قوي جدا. نعم. تغيير الانسان ايضا هناك يعني من ارسل لنا SMS يقول انه يستمر مسلسل الشعوذه في مجتمعنا دون تدخل حاسم وقوي لايقافه، كما يساعد تقبل العديد من المواطنين اساليب الشعوذه والمشعوذين في العلاج، وكارثه تقع لمواطنه ليس لها ذنب وهي مريضه نفسيا ووجدت في بيئه ثقافيه وتؤمن بالمشعوذين، حيث قرأ في جريدة عكاظ أنه خبر مقتل في يوم 24/1 مقتل مواطنة في المدينة المنورة بسبب التعذيب الجسدي في محاولة لمعالجتها من المس حسب التحقيقات الأولية. وأكدت مصادر أن المرأة المتوفاة لديها ملف في المستشفى الصحة النفسية، وأن شقيقها هو من جلبها إلى المستشفى. في هذه الأحوال يعني ما هي العقوبة شيخ سالم؟ والله قبل العقوبة السؤال هنا، ليش يعني إذا كان راقي مثلا أو كان يعني الضرب، في بعضهم يستخدم الكهرباء، في بعضهم الآن يعني والله في ناس يخرجون يعني جوني المكتب مربط لهم أصابعهم ورجولهم، أقول لهم ليش؟ يقولوا لأنه حبس الشيطان في مكان معين. وتخيلوا يا ناس والله العظيم يوهم الناس أنه في شيطان وفي يعني المشكلة جامعيات ناس فاهمات، ليش تخليه؟ طيب إذا كان هو جاهل، أنت وين عقلك وين تعليمك وين نعم. دينك؟ كيف يربط لك هو في مكان معين سبحان الله؟ نعم وحكاية نعم. الضرب وحكاية. طيب إذا أنا مثلا رحت لأول مرة رحت عند راقي وبدأ يقرأ وبدأ يأخذ ويضو، طيب سؤال
ليه ما وقفته على طول؟ أنا ما عجبني، معلش يا شيخ، يا تقرأ بكتاب الله عز وجل، يا تقرأ بما يعني بالسنة النبوية، ولا خلاص الله خلاص خذ أهلكم شيء يا أخي، مو لازم إنه يقعد يفتري فيها ليل، لا بالعكس، يوم يضرب خلاص هذا الشيخ ممتاز، يلا نجيبها بكرة وبعده وبعده، لين ما تكون هلكتها الإنسان ذي على هذا. وهذه صراحة يعني إذا كان هذا المريض مثلا مريض جدا وغير وعي، ما حط الملامة عليه، حط على أهله. وأيضا يعني ما هي العقوبة التي يعني التي تلقى على هذا الراقي إن كان لم يعني ألا يوجد هناك تراخيص؟ لا، في تراخيص الآن الحمد لله، في لجنة الآن خاصة هنا في منطقة مكة المكرمة، لجنة مبثقة من الأمارة ومن المباحث الاستخبارات ومن الأمن العام بصفة عامة ومن وزارة الصحة، مراقبين للرقاة وذا، ومن الناس اللي يزوروني أنا والله الحمد، يجون لجنة تقريبا 5 أشخاص يشوفون الراقي، يشوفون رقيته، المكان اللي يرقي فيه كيف طريقته. جميل. إذا كان في ملاحظات يا شيخ سالم، عندنا ملاحظات كذا 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 كذا، طيب ليش ملاحظتكم هذه انه كذا انه كذا انه كذا، الاشياء كلها تصب سبحان الله في مصلحه المواطن، مصلحه احنا نسمح لكم تعالجون بكتاب الله امور زي كذا، بس تحت اعيننا من غير دجل من غير كذا من غير كذا. وسنكمل ايضا مع سؤالنا الشيخ سالم مع الشيخ صالح بن ناصر الشيخ صلاح بن ناصر السعيد، مدير عام الشؤون الميدانيه بهيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أهلاً وسهلاً بك في برنامج السعودية اليوم. أهلاً وسهلاً، الله يحييك وضيفك. سيدي الكريم، يعني الكثير من ذكر والشيخ سالم والدكتور محمد يذكرون أنه هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان لها دور كبير في القبض على السحرة والمشعوذين وإنقاذ الناس من الوقوع في براثن هؤلاء. هل لك يا شيخ أن تعطينا فكرة موجزة عن أعمالكم الجليلة؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، كان للهيئة ولا يزال من فضل الله سبحانه وتعالى لها دور كبير في مكافحة قضايا السحر والشعوذة والكهانة وكل القضايا التي تتعلق بالعبث في عقائد الناس أو تعبيدهم لغير الله سبحانه وتعالى. للهيئة دور بارز من خلال مراكزها المنتشرة في أنحاء المملكة، هي تبلغ ما يزيد عن 400 مركز هيئة في أنحاء هذه المملكة المباركة الآمنة، فتقوم بدورها المناط بها في مكافحة قضايا الشعوذة والسحر والكهانة وما يتعلق به من خلال أشخاص متخصصين يقومون بهذه الأعمال وفق آليات واضحة وخطط معدة للقبض على هؤلاء السحرة في حالات تلبس تمكن المحقق من توجيه الاتهام لهم وبالتالي حالتهم المحاكم الشرعية لتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى فيهم. وأسهمت الرئاسة كذلك في افتتاح إدارة متخصصة بقضايا السحر وما يتعلق به في إدارة القضايا بالرئاسة العامة اسمها وحدة السحر، تتولى كذلك التدريب على هذا العمل وإعداد الآليات المتخصصة في كيفية ضبط هؤلاء وتقديم البرامج التدريبية العملية لأعضاء الهيئة وكيف يقومون بهذه الأعمال وكيف يعدون المحاضر وكل ما يتعلق بضبط هؤلاء السحرة والمشعوذين. بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت الهيئة لها دور بارز جدا بمشاركة الجهات الأمنية المعنية في ضبط مثل هذه المخالفات، حتى أصبح السحرة من فضل الله يفتترون كثيرا في هذه البلاد ولا يعني يخرجون، وإنما يتم القبض عليهم حينما يتقدم أحد من مسه الضر من هؤلاء، ثم يتم بفضل الله نصب الشرك. نعم. لهؤلاء وضبطهم متلبسين بالجرم المشهول. الشيخ صلاح، هل بالإمكان معرفة كم عدد السحرة التي تم القبض عليهم خلال عام أو خلال الأعوام الماضية؟ الحقيقة ما ليس بين يدي إحصائية تبين هذا. ما هي جنسياتهم؟ يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الأعداد ليست كثيرة في هذه البلاد، هذه البلاد بما أنها تطبق الشريعة وتحارب السحر والشعوذة وهم يعرفون حكم الله سبحانه وتعالى في السحر في هذه البلاد، فبالتالي أعدادهم قليلة جدا في هذه البلاد، هم يكثرون في الجنسيات الأفريقية عادة. نعم. بعضهم يأتي وافد لهذه البلاد إما تحت مسمى مهنة أو عمل أو زيارة أو نحو ذلك ويقوم بهذه الأعمال. المشكلة ممن يتعاملون مع السحرة من خارج هذه البلاد عن طريق القنوات أو عن طريق الاتصالات أو عن طريق التقنية، ثم يطلبون بعث الأسحار إليهم
عبر المنافذ. وهناك الحمد لله تنسيق وترتيب مع الإخوة في الجمارك والجهات المعنية والبريد كذلك في ضبط هذه العينات التي تأتي أحيانا عن طريق البريد المستعجل الـ DHL والشركات الأخرى. صحيح نعم, نعم. عن طريق سيارات النقل أحيانا نعم. تأتي من بعض الدول كذلك على شكل طرود. نعم نعم, إذا اشتبه في الأخوة في مكافحة في الجمارك يتبيننا وبينهم تنسيق في ضبط مثل هؤلاء, وأحيانا نتمكن من التوصل عن طريق هذه العينة التي وردت إليها أو هذا السحر الذي أرسل إليه. سيد الكريم, هناك امرأة فتاة توفيت ونشر هذا الخبر في صحيفة عكاظ في تاريخ 24/1, مقتل مواطنة في المدينة المنورة بسبب التعذيب الجسدي في محاولة لمعالجتها من المس. وهناك حالات كثيرة الحقيقة لبعض مدعي الرقية الشرعية. ماذا تفعل الجهات الأمنية وحضر وجهودكم في قمع مثل هؤلاء, وما هي العقوبات الواردة؟ نعم, هناك ما يعني ليس بالعدد القليل الذي يدعي الرقية وهو ليس لديه علم في هذا الجانب, وهم للأسف الشديد منتشرون, وينبغي حقيقة الإبلاغ عن كل من يرى أنه يخالف المنهج الشرعي في الرقية أو ينهج التعذيب أو الضرب أو الكي أو الحرق أو الصعق بالكهرباء أو نحو ذلك مما يقوم به هؤلاء الجهال. وهناك فتاوى واضحة عن هيئة كبار العلماء بحرمة هذه الأفعال وأنها لا تصح ولا تجوز, وإنما الرقية تكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم, هناك لجان منتشرة في المملكة تكون تحت إمارة المنطقة في كل مناطق المملكة تتولى المرور على مثل هذه الأماكن التي يفتحها بعضها للرقية, ويتأكدون ولديهم عناصر نسائية كذلك تعمل معهم للوقوف على هذا. لكن أحيانا مثل هذه الأفعال التي تفضلت وذكرتها تتم داخل بيوت مثلا, أو أحيانا يستدعى هذا الراقي إلى منزل أهل الفتاة ويعطى الضوء الأخضر بأنه يتخذ أي إجراء مقابل ظن منهم وجهلا منهم أنه يخرج الجن أو السحر. وهذا لا شك أنه من الجهل المتأصل والجهل المركب حقيقة, وأما هذا فهو خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده, فأنهم كانوا يكتفون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عرف من الرقية الشرعية ورقية السحر باستخدام ورقات السدر وباستخدام كذلك الماء المقروء فيه وغيره من الأشياء المعروفة والتي نص عليها العلماء. وهناك أبواب في كتب العلم تتحدث عن كيفية الرقية من السحر والعين ونحو ذلك, وما ينهجه البعض من هذه الأفعال هو القصد من الشهرة أحيانا حتى يتوافد إليه ناس أكبر ثم يحصل بعد ذلك أموال كثيرة من خلال هذه الأفعال, أو يشتهر بين الناس بأنه هو من يقوى على فك السحر ونحو ذلك مما يظنه البعض دخل مادي. الحقيقة نعتبره لا يقل عن أي دخل مصدره الغش والخداع والكذب على الناس. نعم, أشكرك جدا شيخ صلاح بن ناصر السعيد مدير عام الشؤون الميدانية بهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شكرا جزيلا لمشاركتكم حلقة السعودية اليوم. معنا اتصالات. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخي, تفضل. مرحبا, أهلا وسهلا بك. ممكن حضرتك ممكن أكلم الشيخ بس؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ سالم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. حضرتك أنا عندي أخت اللي فيها ليها واحدة صاحبتها بتكلمها على طول, أختي متزوجة وراحت للشيخ وقال لها دي صاحبتك دي بتعشقك والكلام ده كله, راحت للشيخ وقال لها إن صاحبتك بتعشقك فلازم إيه تبعد عنها بكل الطرق عليك بالصلاة والوضوء والكلام ده. فالحمد لله رب العالمين صلت وتوضت وبتوضت على الصلاة, بس لحد دلوقتي مش عارفة تمنع نفسها أو هي التانية تمنع إن هي تتصل بيها, الاتنين مش قادرين يمنعوا بعض وهي مسببة لها مشاكل مع 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 زوجها. بس فهي الحل يعني أنا عايزين حل بس مش أكتر يعني, هو يعني مش عايز تروح للشيخ. حالة كاملة, خذ رقمي وتواصل معك الله يوفقك. نعم, يا ريت تتواصل مع الشيخ بعد البرنامج. شكرا لك أخي. معنا اتصال آخر. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. مرحبا أخي, تفضل. طال عمرك, أنا اللي دقيت أمس, أنا اسمي أكرم عبد الله من المدينة المنورة. تفضل أخي أكرم. طال عمرك انت ما تكلمت عن منافذ دخول الشيطان, يعني معروف انه الانسان يصاب بالسحر وتكلمت عن قصص وكيف الحل انواع السحر كثيره, ولا يعني برنامجنا لا يعني لا يتيح التكلم في جميع انواع السحر. هذه نقاط, اربع نقاط سريعه كذا على يا ريت اعلق عليها فضيله الشيخ. نعم, هي منافذ دخول الشيطان اربع امور: الفرح الشديد,
2 الخوف الشديد، 3 الشهوة الشديدة، 4 الغضب الشديد. نعم أشكرك أخي. أعقب على فضيلة الشيخ. تفضل يا شيخ سالم. ومنها أيضا أثناء المعصية تمام، والانغماس فيها، هذا باب من أبواب الدخول الشياطين. هذا شيء. شيء ثاني، حتى لو ما كان هذه الأبواب كلها، للسحر أبواب أيضا، فقلنا السحر باب كبير جدا، وطبعا كبد يعني مثول السحر في جسم ابن آدم، يعني شيء مرشوش أو مأكول أو مشروب أو مأخوذ من أثره، كما أخذ من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من أثره أو باسمه واسم أمه مثلا. هذه طرق غير الطرق الأولى برضه تنفذ أن الشيطان يؤذي جسد ابن آدم. هذه بالإضافة إلى الأشياء التي الأنواع التي ذكرها الأخ اللي ذكره، في أنواع كثيرة يمكن ما تحضرني الآن. نعم هناك اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أخي، يا ريت تقصر الصوت. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت تقصر الصوت، أكون شاكرة لحضرتك. سمعتني أختي؟ أيوه تفضل. بس الشيخ ممكن؟ تفضل تفضل يسمعك. تفضل. يا شيخ أنا بدأت مع الملكة حقي قبل الزواج، كانت حياتي كانت ميمية بعد ما ملكت يعني، وبدأت يوم الزواج صرت أنا يعني ما أطيق البيت، وصرت مشاكل وحاول أتغلب عليها بشتى الطرق. طبعاً يا جاء واحد يعني قرأ علينا كذا في البيت زي كذا، قال لكم عين جاتكم عين قوية، فهذه العين هل نفس أثار السحر، نفس أثار هذه بالنسبة للحياة الزوجية والمشاكلها؟ وجزاكم الله الخير. الله يوفق دنيا وآخرة. كويس أنك سألت السؤال هذا. السؤال هذا برضو أحب أن أجاوب عليه، أبغى يستمعوا الكثيرين ممكن يوافقني الدكتور. الأمور هذه ما أقدر أثبت ترى بمكالمة وبسؤال زي كذا، هل أنه مثلا عين أو أنه سحر أو أنه حسد مثلا، أو ربما يكون وضع نفسي ترى بحث قوي جدا، إلى الآن ما نقدر نثبت الأمر هذا إلا بالرقية. نعم شيخ سالم، يا ريت تختم هذه الحلقة، ماذا تريد أن تقول لجميع من يعتقد في الدجالين والسحارين، ماذا تقول لهم؟ أول شيء أنهم يرجعون إلى الله عز وجل، وأن يكبر الله عز وجل في نفسه. شيء ثاني الاعتماد على السنة النبوية، والاعتماد على السنة النبوية في حكاية التحصينات، في حكاية أن ما يضرك إلا ما كتب الله عز وجل، وما دامك متحصن اعتقادا لن يصيبك شيء إلا كشيء كتب الله عز وجل. هذا من جانب. الجانب الثاني أني أرضى بما قسم الله لي. نعم هذه نقطة قوية جدا، لو آمن الناس بالنقطة هذه ما حد يلجأ إن شاء الله لأي ساحر. شكرا لك شيخ سالم. دكتور محمد، ماذا تريد أن تختم هذه الحلقة؟ يعني في كلمات بسيطة، حياتنا لكل الأسر لكل البيوت وكل المنظمات تشبه البناء. البناء هذا له أسس وأركان، هذه الأسس والأركان على رأسها وأهمها صلتنا بالله سبحانه وتعالى وقيمنا المختلفة. من المهم جدا أن نسأل أنفسنا باستمرار ما نفعل وارتباط بهذه القيم. إذا كان هذا السؤال حاضرا وكانت النية حاضرة، بإذن الله تعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. وبإذن الله نعيش حياة هادئة قليلة المشاكل، بلاش نقول بلا بإذن مشاكل الله بإذن تعالى. الله تعالى. أشكر الشيخ سالم الحقوي الراقي والشرعي، وأشكر أيضا الدكتور محمد حسن عاشور الاستشاري النفسي، وأشكر مهندسة الصوت الأخت ابتسام عزام. وأقول لأعزائي المستمعين والمستمعات، مع طيب مشاعركم ونب قلوبكم، عشنا وإياكم على مدى ساعة كاملة نستمع إلى فيض حديثكم العذب الجميل الذي جملته الصراحة واحتضنه حب الوطن. تقول لكم منال الشريف في أمان الله، ولنا لقاء غدا في مثل هذا الوقت ومع قضية أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. طول اليوم على ألف ألف أف أم.